لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم لاباس؟ امورك مانيه ان شاء الله؟ غدا العيد، غدا العيد يا سعيد. غادي نوجد واحد الرغيفات. دابا حنا اليوم لابعه في الليل، غادي تجي عندي صاحبتي غدا ان شاء الله، غادي عندي وراجلها غيتغدوا معنا ودوز معنا نهير. غادي نوجد واحد الرغيفات من واحد الكيكه باش كومسا غدا يبقى عندي الوقت نجلس معاها واحد شويه. قلت غادي نحيد عليا هاد الامور دابا، وقلت علاش لا، غادي نشاركهم معاكم. بالنسبه ان شاء الله الرغيفات، عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق اللي غندير معاه نص رابعه ديال الزبده، عندي هنايا قبيصه ديال الملحه زائد واحد معلقه صغيره باش كن يعني نص خماره ديال 8 غرام، وحنا بالنسبه لينا عندنا 15 غرام، يعني بحال غناخذوا الربع. ها هي المليحه، طاشي ديال الفاني، وغادي ندخل الزبده في الدقيق مزيان، وان شاء الله غادي نجمعها بالحليب، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل زائد معلقه ديال ما زهر. بعد ما دخلت ديك الزبيده كامله في داك نص كيلو ديال الدقيق، نص رابع ديال الزبده مع نص كيلو ديال الدقيق، دخلتها فيها مزيان كسكسها، غادي نزيد معلقه كبيره ديال ما زهر، معلقه صغيره ديال الخل صافي. غادي نزيد ان شاء الله بالحليب دافي. هنا عندي رابعه، غنهبط هادشي يتعجن ان شاء الله، نخليها تدلك واحد 10 ديال الدقائق، وغادي نقول لكم ان شاء الله بالضبط شحال خدات معايا ديال الحليب، ونرجع معكم باش نبداو نوجدو في الكيكه. صافي البنات، العجينه ديالي خليتها كتعجن، وخدات ليا هاد خلات ليا هاد المقدار ديال الحليب اللي شاط ليا، يعني تقريبا واحد 200 مليليتر اللي خدات ديال الحليب. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدو واحد الكيكه، كيكه عاديه يعني بالشوكولاط، وغادي نعمرها بالكناش. غادي نحتاج واحد 6 ديال البيضات، مع كاس ديال سنيدة، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال الطحين، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو، قبيصة الملح، جوج فاني، وخمارة موازنة 15 غرام. بالنسبة للكناش عندي هنايا كريم اونتيير فيه 200 ميل، وواحد 200 غرام ديال الشوكولاط. المرحلة المهمة في هاد الكيكة هادي هو أن البيض خصني نطربو مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو ويولي بحال الكشكوشة، باش الكيكه ديالنا تجينا مهويه وتجينا زوينه. هذه المليحه، السنيده، والفاني، وسته ديال البيضات، وغادي نخليكم مع بعض اللقطات ونمشي نبقى ندرب في هذا البيض حتى يتضاعف الحجم ديالو. كما كتشوفوا البنات، هانتوما البيض ديالي بقيت كنطرب فيه حتى داير الكشكوشه وبياض، وغادي نبقى مستمره في التطراب، وانا كنضيف الزيت زائد الحليب، وعاده من بعد غندير الدقيق مع الكاكاو والخميره. وانا البنات وضعت الخليط ديالي في المول ديالي، ان شاء الله غادي ندخلها طيب على درجه حراره 160 فقط من الاسفل صافي. وغادي نمشي نشوف العجينه ديالي في الوصلات باش نبداو نورقوها ان شاء الله بما يزيد. ما تمشيو فين، بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. وانا البنات العجينه ديالي وجدات كما كتشوفوا، هانتوما راها جامعه راسها، يعني ما خصهاش تكون جاريه، خصها تكون مدلوكه مزيان، قد ما دلكناها قد ما مزيان صافي. دابا انا غادي نبدا ان شاء الله نسرحها بالمدلك، غادي نستعمل بما يزيد. هاد الرغيفات كيجيو مرقين، كيجيو مقرمشين. كما كتشوفوا البنات، بديت كنقطع في الرغيفات ديالي درو الحجم اللي بغيتو، وانا هاد الكميه راه ما غاديش نطيبها كامله، غادي نخلي واحد شويه في الكيلاتور حتى تخلى تيخرج. غادي نقلي النص والنص نخليه، ملي نبغي نجبدو نقليه ان شاء الله.
رجعتناكم البنات وصافي دابا درت الزيت كيسخن وغنبدا نقلي في المسمنات ديالي الرغيفات كما كتشوفوا. غادي نقلي كلشي ونسالي راسي عاد نبدا ان شاء الله ندير العسل من الفوق عاد شويه بشويه خطوه خطوه صافي. غنقيم الوقت ان فوا الزيت يسخن ونقص باش ما يتلهبوش ليا كيف ما كتشوفوا هانتوما كيجيو مورقين ومنفوخين. كنتمنى تجربوهم وكيبقاو زوينين في الكونجيلاتور البنات. سرحوهم بحال هكا وكونجليوهم يجيو عندكم شي حد على غفله تجبدوا داك الشيء تقليوه وديروا عليه العسل بحال يلاه صوبتوه. كما كتشوفوا البنات الكيكه ديالي صافي طابت وغادي نمشي ان شاء الله وغادي نقلبها في الطبسيط كتجي رائعه يعني كتجي مفشفشه. غير نركزوا على البيض نطربوه مزيان. السمنات ديالي هانتوما كتشوفوا كيفاش جاوا مرقين هانتوما الفيطاج كيجوا مقرمشين تبارك الله كنتمنى تجربوهم. وهانتوما الكميه اللي شاطت ليا يعني راه كيخرج كميه ما لا باس بها. انا داك الكميه غادي نخليها في الثلاجه حتى نشوف واش نزيدها غدا نقليها بنهار ولا غادي نشوف. هنا غادي نجي وغادي نزين بواحد شويه ديال كاوكاو مهرمش في الجناب. سخنت هاد الكريمه مع الشوكولاط في الميكرووند حتى ولا ليا شكل غاناش. نقصت على 8 بلاصه ديال الايام قسما بالله ان شاء الله السمانه الجايه غندير سبور وغنديكم معايا باش نمشيو نجريو ونشوفوا السوق لهنا وصلوا. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم اللي كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. راجلي مسكين عيا معايا الله يسمح لي منو كيقاسي معايا بالنسبه للتصوير. دابا راه قريبه 12 ديال الليل عندنا 11 وربع مسكين مساعدني بزاف شكرا لبنو. هادشي اللي كاين انا غنمشي نضرب واحد التدويشه نتلاقى معكم ان شاء الله غدا الصباح العيد. وهادشي اللي كاين وبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. صباح الخير والخمير صباح الزبده والكوفيتير وصباح المسمن والمغرير. كدايرين لاباس عليكم بخير صحتكم لاباس عيد مبارك سعيد ان شاء الله يكون عليكم الصحه والسلامه وهنا وباش ما كنتمنيو. حنا دابا كنفطروا صاحبتي باقا مازال ما جات غادي نفطروا الفطور الاول ونعاود نعمر لي مقاسي ان شاء الله ونتناهم. واختكم الحداده فايقه مع الصبيح والكسكسو ديالي طاب وبقات لي عرفه ورا الاخرى وان شاء الله هانتوما معايا دوزوا معايا النهار. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير وصحه.
الحليب. اي مونتاغو اي مونتاغو كيف بك تشوفوا البنات خلوا لي نصور سير سير تخشبي ما ديك تدير قريعات كوكاواتي كيف ما كتشوفوا فطرنا وعرقناها وشبعنا بسمن وبغرير وشفنج وصافي سودنا الله يستر بحال شربنا السمن ويلا كنكمعوا البنات كيف ما قلت لكم ولينا كنكمعوا الله يسر باقي بنادم داير عليه العيد ديال رمضان وقلت النوم صافي كنا غادي نخرجوا شويه نتمشاو قبل ما نتغداو قلت لها غادي نشعل على الكسكس ديالي ندير فورا الاخر قالت لي بلاتي باقي ما جبناش وهي حنان صاحبتي لابسين الخضر تقولي متفقين سيتي با في اكسبري حنا جايين مولاي ابراهيم دايرين بحال شي لعابات خاصنا نديرو طريجه صافي هادشي اللي كاين وكنت ان شاء الله الفيديو ديالي يعجبكم وتفرجوا بيه حتى الاخر وشاركوا معكم الكسكسو ديالنا الله انتم معنا هضري كل اللي مزنا عيد مبارك سعيد سعيدوا وتعودوا ان شاء الله اش ما كتمناو ما تتمناو كل شيء فيه كما الرايه مزيان زوكم مرحبا بك يا حنان ربي يخليك اختي سمعات ربي يخليك علينا ايوا البنات غادي نخليكم هنايا حنا غادي نمشيو نلقمو ان شاء الله مبروك عيدكم ربي يخليك السي رفيق شرفتونا اليوم ونستونا وفرحتونا ربي يخليك راك عارفين مع الغربه وحنا دابا مزيانين تجمعوا يدي صلاه الرحيم الحمد لله فوالا عيدكم مبارك سعيد وكنتمنى ان شاء الله تبقاو متابعيني كيف ما القاعده ولي لايك ما تنساوش لي لايك ابوني ابوني باش يجيكم هذا الكسكسو ودعوا معنا لازم الزين فوالا البنات خليتكم على خير الى الفيديو القادم قاعد مفروح خليت زغتي من الفيديو